في قلب العاصمة عمان. وقال الأمين العام للكشافة العربية والمدير الإقليمي للمنظمة الكشفية العالمية الدكتور عاطف عبد المجيد أننا لسنا الوحيدين القادرين على لم شمل الشباب الأمة العربية، لكننا الأقدر على جعلهم متحدين. سيدة الأميرة المبجلة، لسنا الوحيدون الذين نستطيع أن نحشد شباب الأمة العربية، ولكننا الأقدر في أن نجعلهم متحدين. فغيرنا قد يجمع الشباب، ولكن في البدايات يكونوا معا، وفي الخواتيم قد يتشرزموا، وحتى إن تعادلوا فقد يحسموها بضربات الجزاء. ولكننا في الكشفية نجتمع لنرتفع، نلتقي لنرتقي. هدف المخيم الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية بمشاركة نحو 750 كشافا ومرشدا ومشرفا إلى توثيق الأردن ومواقعه السياحية والتاريخية والأثرية ولمس المشترك الأخوي المتين بين جميع أبنائه العرب مسلمين ومسيحيين.